الحرب مستمرة والقصف متواصل، لكن هذا لا يعني توقف الحياة بالنسبة للأوكرانيين الذين أصروا على العودة لطبيعتهم، وهذه المرة عبر الرياضة. تحت عنوان لسنا خائفون، وبإصرار من الرئيس زيلينسكي عاد الدور الأوكراني الممتاز لكرة القدم لينطلق بألوان العلم الأزرق والأصفر في تحدي للحرب الروسية على البلاد. المباراة الافتتاحية جمعت ناديين يمثلان منطقتين في قلب الحرب الدائرة، وهما شختا دونيتسك وميتاليست خاركاف، بغياب تام للجماهير وطبعا حفاظا على سلامتهم. فمدرجات الاستاد الأولمبي في العاصمة كييف والذي تبلغ سعته 70,000 متفرج كانت خالية كما نتابع هنا، باستثناء مسؤولي ناديين ونحو 30 صحفيا. إنه أمر مهم للغاية، يمكننا إرسال رسالة مفادها أن أوكرانيا موجودة. حتى لو كنا في حالة حرب فسوف نقاتل، لأننا نريد أيضاً أن نعيش حياة طبيعية. وكما كان حاضراً في كل وقت منذ بدء الحرب، حضر الرئيس زيلينسكي المباراة افتراضياً وتوجه بكلمة تحفيزية للاعبين عبر شاشة الملعب، كما أنه هو الذي أصر على عودة الدور الأوكراني. لقد أصر رئيس البلاد على أهمية كرة القدم في إشغال المواطنين القلقين بشكل إيجابي. تحدثنا عن كيف يمكن أن تساعدنا كرة القدم على التفكير في المستقبل. أما شرف ركلة البداية فكانت لياروسلاف غوليك، الجندي الذي وضع حياته على المحك في الخطوط الأمامية للحرب وعاش أهوالها في ماريوبول وخرج عبر الخنادق ونال وشاح نادي شختار. المباراة انطلقت تحت الصافرة، لكن هذه المرة لم تكن صافرات الإنذار بل صافرة الحكم الذي أراد إيصال رسالة بأن الانتصار الحقيقي هو إظهار العودة للحياة الطبيعية، وفقا لصحيفة غارديان.